شيخ علي الكراني اول من اتهم السيد الشريف بانه يتعامل مع امريكا. هناك لجان متخصصة لهذا العمل، لجان عملها أن تحضر مدة، وكم له نظير حتى في زماننا. روحوا اقرأوا التاريخ وستجد محاصر حاضر. غرضها تحضر حتى يعطي لنفسه ماذا؟ المشروع. لأنه بمجرد إذا يريد ينقل فرد شيء وهو لم يحضر، أحد يصدقه أو لا يصدقه. أما إذا كتب مولانا على الموقع الإلكتروني مال سيدنا الأستاذ مولانا، ها، وخلى الصوره ويا زيد الحيدري، يصدقون او ما يصدقون؟ يصدقون الناس، بدري هم منين؟ وش بدري هم؟ مع الاسف الشديد هذا الذي انا قلت بانه عموم اصحابهم لم يكن في وجدانهم انهم يعتقدون بعصمه اهل البيت. والا لو كان هؤلاء يعتقدون ان هؤلاء معصومين فطاعتهم على حد طاعه رسول الله كان يتاولون ويخالفون او لا يفعلون. انت بينك وبين الله. الان مرجعك اذا يقول لك فريشي انت ما تخالفه، فكيف امامك شنو؟ الإمام المعصوم يقول لك أنا أقول كذا، تقول له سمعا وطاعة. لماذا كان يفعلون ذلك؟ لأنه ما كانت الرؤية موجودة في مقام الإثبات وفي مقام تصور الشيعة أن هؤلاء ماذا؟ معصومين على إلحو. وهذه سنة التاريخ. أنتم ارجعوا، وأنا كتاب في كتابي مولانا الموروث الروائي وتصحيح الموروث الروائي، وقلت أصلا كانت هناك لجان متخصصة لهذا العمل، لجان عملها أن تحضر مدة، وكم له نظير حتى في زماننا. روحوا اقرأوا التاريخ وستجدون محاصر حاضر. غرضها تحضر حتى يعطي لنفسه ماذا؟ المشروع. لأنه بمجرد إذا يريد ينقل فرد شيء وهو لم يحضر، أحد يصدقه أو لا يصدقه. أما إذا كتب مولانا على الموقع الإلكتروني مال سيدنا الأستاذ مولانا، ها، وخلى الصورة ويا زيد الحيدري، يصدقون او ما يصدقون؟ يصدقون الناس، بدري هم منين؟ وش بدري هم منين؟